السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معي على قناة مطبخ أسرتي. اليوم فيديو جديد على القناة، نتمنى إن شاء الله يلقاكم في أحسن الأحوال. غادي نحضروا إن شاء الله اليوم الكعك التركي، كيجي لذيذ بزاف وكيجي هشيش، والمقادير ديالو بسيطة. بالنسبة للمقادير غادي نحتاج لجوج حبات ديال البيض، هنا فصلتهم، عندي بياض البيض وأصفر البيض. غادي نحتاج بياض البيض للعجينة وأصفر البيض باش ندهنو. من بعد غادي نحتاج الكاس ديال الماء الدافئ، ما يعادل 160 مليلتر، كاس ديال الحليب دافئ، كاس ديال الزيت، غادي نحتاج معلقة صغيرة ديال الملحة، 3 معالق كبار ديال السكر سنيدة، غنحتاج الخمارة، خمارة الخبز معجونة، عندي 42 غرام، وغادي نحتاج الدقيق. بالنسبة للدقيق غنحتاج 7 حتى 8 ديال الكيسان ديال العنبة تقريبا. غادي نبداو ان شاء الله في طريقه التحضير. فبالنسبه للطريقه كندير الخماره المعجونه، هنا عندي 42 غرام، غادي نفتتها هنايا، كنضيف عليها الماء والحليب، وكنضيف السكر 3 معالق كبار ديال السكر والزيت والبيض، بياض البيض، غادي نخلطهم مزيان. غادي نبقى كنضيف الدقيق، ما غنضيفوش كله، غنضيف شويه بشويه، وانا كنجمع في العجينه ديالي، وعينينا ميزاننا العجينه ما غاديش نقصحوها بزاف، تجينا عجينه رطبه. غنضيف الملحة، غادي نزيد الدقيق، ودابا غادي نخدم العجينة ديالي على طاولة العمل. غادي ندلكها شوية، ترجع عندي العجينة ملساء رطبة، ما تبقاش كتلصق. ندير شوية ديال الدقيق وغندلكها شوية، العجينه ديالي انا دلكتها حتى رجعت ما كتلصقليش على يديا. هنا غادي نديرها في وعاء، هانتوما انا ما قصحتهاش بزاف، تبقى ليا تقريبا كاس الا ربع ديال كيسان العنبه من الدقيق، ما درتوش انا كله، فدائما كيبقى على حسب الدقيق شحال كيتحتاج ديال السوائل. هنايا غادي نديرو في وعاء وغادي نخليه يخمر لمدة ديال ساعة، غنغطيه ونخليه يخمر. وهنا العجينة عندي بعد ما خمرات، انا غادي نشكل بها كويرات صغار. ها هنايا نحاول نخرج منها شوية الهواء، وغادي نقسمها
كناخذ كل حبه كنقسمها على جوج. ديروا الحجم اللي نتوما بغيتو. الكريات ديالي انا درت فيهم تقريبا 70 غرام، درتهم صغيرين شويه لانهم كيزيدوا كيتنفخوا، كنشكلهم بحال هكا وكنحطهم فاش كنسالي ان شاء الله، وكنبدا في التقراص ديالهم. دابا كنبدا كنقرص فيهم. انا كندير كندهنهم بشويه زبده، كناخذ شويه الزبده اللي ذوبتها في الميكرو، كتاخذوا واحد 100 غرام تقريبا ديال الزبده، عينكم ميزانكم. فكنجيب الحبه الاولى اللي قرصتها كنطلقها بحال هكا شكل مستطيل، العجينه راه ما كتلصقش، حط فيها الزيت صافي. كنجي وكندهن بالزبده. هذه الطريقه كتخليه كيجينا من الداخل بحال لي مورق، كيجي هشيش وكيجي زوين. كناخذ واحد الجهه بحال هكا وكنبدا كنطوي كنلوي فيها. كنحطها هنايا وكندير واحده اخرى بنفس الطريقه. كندهنها بالزبده وكنلويها. كنخليها ترتاح هنايا على ما نسالي. وهنايا من بعد ما كنسالي الكميه اللي عندي كنجيب جوج الحبات كنطلقهم شويه رقاقين، كيكونوا ارتاحوا كيتجبدوا بسهوله، وكنجمعهم هنا. وواحد كندي بحال هكا كنبقى كنلوي، طريقه سهله كيجيونا بحال هكا. نحاول نجبدو شويه من الوسط باش ما يجيناش بلاصه غليظه وبلاصه رقيقه، وكنجي في الاخير وكنجمعهم هنايا كتجينا بحال هكا بحال هذا الشكل هذا. وهنا من بعد ما كملت غادي نغطيهم ونخليهم لمدة ديال 20 دقيقة يرتاحوا. من بعد ندهنهم
بصفر البيض مع شوية الحليب ونرش عليهم الجنجلان وندخلهم للفرن. وهنا غادي ندهن الكعك ديالي بصفر البيض، نحاول ما ندركش غير بشوية باش ما نضيعش الهواء اللي فيه. من بعد الاختمار نخليته يرتاح 20 دقيقة. ودابا غادي نرشو بالجنجلان. غادي ندخلو الفرن ساخن على 180 درجة، تقريبا كياخد معنا 20 دقيقة، دائما كيبقى على حسب الفرن ديالكم. وصلنا لنهاية الفيديو، وهذا هو الكعك. هانتوما كيفاش كيجي، راه كيجي رطب وهشيش، فعلا كيجي رائع هذا الكعك وكيجي لذيذ. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو. ما تنسونيش بلايك ومشاركة الفيديو مع الأحباب والأصدقاء وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا على المشاهدة، وإلى فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.